فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد وكان الوقت وقت نهي وهو طويل، فإني أجلس ولا أصلي تحية المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، لا بأس عليه، إن صليت فلا بأس وإن جلست فلا بأس، كل له وجه. نعم.